الخيار الإسباني. إسبانيا راهنت على المستقبل ولم تولي أهمية لمقاربات الماضي، لأن الصراع السياسي الدائر في الماضي أثبت أنه عقيم، وكل الأطراف التي دخلت في هذا الصراع دفعت ثمن غاليا من حيث النمو الاقتصادي. مثلا كلفة تجميد هياكل المغرب الكبير هي كلفة باهظة الثمن، وأول ضحية هي الجزائر والمغرب على حد سواء. فإسبانيا بطبيعة الحال راهنت على نظرة واقعية، وراهنت على المستقبل، وراهنت على التنمية والتنمية المشتركة. هناك معطى آخر مهم، وهو أن العلاقات الاقتصادية كانت جيدة حتى في ظل الأزمة السياسية. الآن هناك انسجام سياسي، هناك إرادة سياسية عند البلدين للدفع قدما بالتعاون الاقتصادي والتجاري والتعاون العلمي بين البلدين في مجالات مختلفة، وبالتالي فكل الظروف مواتية لتدارك ما فات ولل